للتعليق على آخر التطورات بشأن الملف النووي الإيراني والتحركات الأمريكية الأخيرة في مياه الخليج العربي، ينضم إلينا الأستاذ طارق جاسم الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية عبر الهاتف من مدينة أوسلو النرويجية. أستاذ طارق، بداية مرحبا بكم. يعني تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بشأن تحليق طائرات B-52 قرب الحدود الإيرانية هو لردع إيران في مهاجمة الجنود الأمريكيين في المنطقة، إلى أي مدى ترى أن ذلك هو السبب الحقيقي لهذا التحليق؟ يعني النظام الإيراني بطبيعة الحال هو الآن يراقب بكثب كل التحركات التي تحصل أولا في الشرق الأوسط ميدانيا، ثانيا سياسيا داخل أروقة البيت الأبيض، وما إذا ستحصل في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إيران عند تبادل يعني الشخصيات في البيت الأبيض. فالنظام الإيراني كله أمل بأن تتغير السياسة الأمريكية بعد مجيء بايدن، ولكن السياسة الخارجية بحسب آخر التحركات التي رأيناها في المنطقة ووجود وزير الدفاع الأمريكي وزيارة وزير الخارجية الأمريكي واتفاقيته مع بعض الدول العربية، وهناك أخبار عن مؤتمر وندوات وتحركات وحتى بيع طائرات F-35 للإمارات، كلها تنظر بأخبار مختلفة وتحركات مختلفة عن ما سبق في المنطقة. بالتالي النظام الإيراني وهو بهالفترة أنا لا أرى أي تحدي للولايات المتحدة ستحصل من قبل النظام الإيراني، ولا يوجد أي يعني حراك حقيقي ميداني أو هجومي إيراني على مصالح الولايات المتحدة بالمنطقة، لأن في هذه الفترة ما زالوا الجمهوريين غاضبون من إيران، وسياسة الضغط الغصوى ما زالت مفاعلة سارية تجاه إيران حتى تتغير من سلوكياتها في المنطقة. إيران أعلنت في وقت سابق أنها ستزيد نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، إلى أي مدى ترى أنها خطوة إيرانية جدية يعني وليست وسيلة فقط لإجبار واشنطن على العودة إلى الاتفاق النووي؟ إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل عامين بدأت تطبق ما كانت تنوي إليه سابقا في وصولها إلى السلاح النووي، وخير دليل على ذلك اغتيال أو قتل فخريزاده الإرهابي الإيراني، يعني العضو البارز في الحرس الثوري وهو مسؤول عن ملف إيران الصاروخي ومسؤول عن ملف إيران النووي. بالتالي كل هذه المؤشرات هي تعطي الواقعية والرؤية الحقيقية لماهية البرنامج النووي الإيراني، وكيف الإيرانيين كانوا وما زالوا يبحثون عن الوصول للقنبلة النووية. وبطبيعة الحال وكجهة إقليمية مراقبة، إسرائيل كانت وما زالت تخشى من تطور هذا الملف، وكانت تنظر منذ سنوات. يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أعلن في وقت سابق أن النظام الإيراني وبواسطة هذا الشخص فخريزاده هما يبحثون عن الوصول إلى القنبلة النووية. بالتالي يعني تحركات إيران بالوصول إلى 20% من التخصيب للوقود النووي هي برنامج حقيقية متجهة للوصول إلى أهدافهم الصاروخية والنووية. هناك أيضا يعني هناك استفزازات أمريكية وصهيونية، يعني هل ستبقى إيران متمسكة بسياسة ضبط النفس تجاه الاستفزازات هذه، يعني المتمثلة بتشديد الحصار عليها، المتمثلة أيضا باغتيال عالمها النووي زادة وغيرها أيضا، أم أنك تتوقع أيضا أن تتهور طهران في رد فعل خطير؟ لا تنطلق إيران من موقف القوة في تعاملها مع إسرائيل أمريكا والقوة الإقليمية، لأن حاليا وبعد العقوبات القوية التي وضعتها الإدارة الأمريكية على إيران منذ سنوات، أولا من الناحية السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، رأينا اختراقات أمنية، رأينا ضعف اقتصادي هائل على البلد بشكل كبير أضعف النظام الإيراني وحتى قلل وقلص ميزانيات الحرس الثوري والبرامج الصاروخية الإيرانية. بالتالي وهذا النظام في هذه الفترة تحديدا منذ يعني الانتخابات حتى وصولها إلى الشخص الثاني وهو جو بايدن، لا يمكن لإيران أن تتهور، لا سيما هكذا تهورات
بأن تدخل في عراك مباشرة مع إسرائيل أو أمريكا، وكما تعرفون أن هذه القوة المستقرة الآن في الشرق الأوسط هي بغاية الجهوزية لردع أي تحرك إيراني بالمنطقة. إلى أي مدى تتوقع أن تخفف إدارة بايدن الحصار عن إيران؟ حتى اللحظة وبعد تصريحات الإدارة الجديدة يعني بايدن وحتى بعد مغازلة الإيرانيين إليهم، لم نرى أي تغيير في الموقف الأمريكي الخارجي تجاه إيران، لا سيما في الملف الصاروخي والسياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة. فدائما وما زالوا الأمريكيين مصرين على هذه النقطة بأن يجب على النظام الإيراني أن يغير من سلوكهم، أولا في تجاوزاتهم على الدول الجوار، تدخلاتهم في المنطقة، يعني خلقهم لقوات ولميليشيات داخل منطقة الشرق الأوسط تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، ثم يجب أن يتراجعوا من تطوير برامجهم الصاروخية، لأن هذه الصواريخ ممكن أن تحمل هروس نووية، وفي المستقبل ستكون هنالك يعني تهديدا حقيقيا على أمن أوروبا، الاتحاد الأوروبي وحتى العالم بشكل كامل. بالتالي أنا لا أرى أي تغيير في سياسة بايدن الخارجية تجاه إيران. هناك الكثير من الأمور التي ربما تضيق الخناق على إيران، مثلا الحصار الأمريكي الاقتصادي، كذلك أزمة كورونا المتفاقمة. بناء على ذلك، إلى أي مدى تعتقد أن إيران ربما ستضحي بشيء من طموحاتها الصاروخية ونفوذها في المنطقة؟ يعني لا نستطيع أن نتكهن بما سيحدث في المستقبل، ولكن إلى أن يصل السيد بايدن إلى الحكم وإلى أن تتغير الحكومة الإيرانية في الانتخابات المرتقبة بعد كم شهر، فهنالك بالتأكيد إيران ستغير من سلوكياتها إذا استمر الوضع وإذا استمر التحالف الدولي ضدها والموقف العالمي ضدها بوجوب تغيير موقفها وتغيير سلوكياتها في المنطقة. بالتالي النظام الإيراني من الممكن أن ينسحب كما انسحب من سوريا، وسينسحب من مكانات أخرى، لربما ينسحب من لبنان ويترك لبنان لحالها، لربما يساوم على الحوثيين، لربما الموقف العربي في العراق يتغلب على الموقف الإيراني ويتم انسحاب إيراني أيضا من العراق. وكل هذه الاحتمالات هي احتمالات واردة من أجل الحفاظ على الجغرافيا الحالية الإيرانية ومن أجل الحفاظ على الحكومة الإيرانية. من الممكن أن يقوموا بمغايضة أو بمساومات في بعض الملفات. شكرا لك أستاذ طارق جاسم، الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة أوسلو النرويجية.